Hello everyone, حبايب قلبي, great to let's continue connect plus first term. عندنا درس مهم جدا وجميل جدا عن adjectives, الصفات. Adjectives: small, big, small, big, close. بصوا حبايب قلبي, هنتعلم حاجة مهمة هنا. الكلمة دي لو أنا قلتها close تبقى معناها يغلق. close the window, أغلق الشباك أو النافذة. close the door, أغلق الباب. لكن الكلمة بتاعتنا النهاردة adjective, الصفة, قريب, اسمها close. اسمها إيه؟ close, close, far. يبقى close قريب, far بعيد, close قريب, far بعيد. كل دول adjectives, صفات. يلا نقول تاني: small, big, close, far, hot, cold, hot. نقولش hot بقى, نقول hot. hot, cold. yes, دي الادجكتيفز بتاعتنا. وتعالوا اعلمكم حاجه عن الادجكتيفز قبل ما نقرا الريدنج. The adjective is a word that describes a noun. دايما الصفه دي بتصف الاسم. يعني انا لو قلت يا مازن, لو انا قلت مازن is tall, where is the adjective? فين الصفة هنا يا شباب؟ tall وصفت مين؟ مين tall؟ مازن. يبقى the adjective describes a noun. الصفة بتصف الاسم. نقول مثلا مرام is beautiful. مرام is beautiful. مرام جميلة. يبقى فين الصفة؟ فين ال adjective? Where is the adjective? Beautiful وصفت مين؟ مرام. يبقى the adjective is a word that describes a noun. الصفة هي كلمة بتصف الاسم. طيب خلي بالنا بقى, احنا عندنا شباب اخذنا كلمة قريب يا معاذ, يعني close. ممكن نركز شوية بقى. close واخذنا كبير الحجم big, واخذنا صغير الحجم small, طويل tall. هنركز بقى شباب مع بعض كده في اللي انا هقوله ده. انا عندي كلمة tall يعني طويل. طب لو انا عايز اقول احمد اطول من محمد, اطول من دي لما نيجي نقارن بين اتنين هتروح جايب الصفة دي tall, هتحط لها er than, هيبقى اسمها taller than يعني اطول من. حلو قوي. طب قصير يعني ايه؟ short. قصير يعني ايه؟ short. طب انا عايز اقول ان منى اقصر من نهى, يبقى اقصر من دي بتروح جايب الصفة هنا short وتحط لها ايه؟ er than, وتقول shorter than اقصر من. جميل. طيب انا اخدت small يعني صغير, عايز اقول ان ده اصغر من ده, اصغر من دي, تبقى اسمها ايه بقى؟ smaller than. قلنا بنعمل ايه للصفة؟ نحط لها er than عشان نقارن بين اتنين, يبقى smaller than اصغر من. ممكن نقول the mouse is smaller than the elephant, الفار اصغر من الفيل. طب تعالوا نشوف big دي, علشان دي فيها حاجة بقى مهمة. big اخرها cvc يعني ساكن, متحرك ساكن. لما نيجي نقول اكبر من, bigger than, هنعمل duplication للجي, يعني هنخليها double g.
وبعدين نحط بقى الـ ER than عادي كده bigger than، يبقى big يعني كبير الحجم، أكبر حجما من bigger than. طب أنا قلت قريب يعني close، طب أقرب من closer than، بس خلي بالك بقى كلمة close آخرها E وإحنا بنضيف ER than، طب لقينا الـ E يبقى نحط الـ R بس، يبقى نقول closer than يعني أقرب من، يعني مثلا نقول mercury is closer than مثلا neptune to the sun، mercury أقرب للشمس من neptune، يبقى close قريب، closer than أقرب من، big كبير، bigger than أكبر من، small صغير، smaller than أصغر من، tall طويل، taller than أطول من، short قصير، shorter than أقصر من. طب احنا خدنا كمان كلمة بارد cold cold، وأخدنا كمان حر hot. طب انا عايز اقول أبرد من، تبقى colder than، colder than، احط لها ER than هنا كده واقول colder than أبرد من. ممكن نقول مثلا England is colder than Egypt، انجلترا أبرد من مصر. hot خلي بالك زي big بقى في حاجة، ايه هي يا حمزة؟ ان اخرها CVC ساكن متحرك ساكن، قلنا دي بنعمل فيها ايه؟ نعمل duplication لل last letter للحرف الاخير، هتبقى نعمل duplication للT تبقى hotter than، hotter than، hotter than، يبقى hot يعني حر، hotter than يعني اكتر حرارة من. مثلا نقول ايه؟ Egypt is hotter than Italy، مصر حر اكتر من ايطاليا. مفهوم يا شباب الكلام اللي انا قلته ده؟ طيب تعالوا بقى نقول ان في، انا دلوقتي قارنت بين حاجتين، يعني انا لما اقول عايز اقول ان رامي اطول من هاني اقولها ازاي؟ رامي، برافو عليك، رامي is، لازم بنحط is او are، is للمفرد are للجمع، رامي is taller than هاني، يبقى كده رامي اطول من هاني. طب مين شاطر يقول لي بقى ان هاني اقصر من رامي؟ اتفضل يا مازن. هاني is shorter than رامي، برافو، هاني is shorter than رامي، جميل قوي. طيب تعالوا بقى نقول ان ميركوري اكثر حرارة من يورينس، يبقى نقولها ازاي؟ ميركوري is، قلنا المفرد نقول له is، يبقى ميركوري is hotter than، برافو، ميركوري is hotter than، اكثر حرارة من يورينس، يبقى mercury is hotter than uranus. طب مين يبدأ بuranus بقى؟ نقول ان uranus ابرد من mercury. اوكي قول يا بوس. uranus is colder than mercury، uranus is colder than ميركوري، كده عرفنا ان يورينس اكتر برودة من ميركوري، وعرفنا ان ميركوري is hotter than يورينس، اكتر حرارة من يورينس. كده قارنا بين اتنين. في حاجة بقى اسمها سوبرلاتيف او التفضيل واحد على مجموعة، يعني نقول ايه؟ عايزين نقول احنا، ركز معايا كده، قلنا big يعني كبير الحجم، لما قارنا بين اتنين قلنا bigger than يعني أكبر حجما من، bigger than دي بنقولها في المقارنة بين اتنين bigger than، لكن لما نيجي نقول الأكبر حجما، ال يعني ايه؟
قال لي يعني ايه ذا، يبقى نحط هنا ذا، وبعدين الصفه بتاعتنا بيج، واحنا عارفين ان بيج بنعمل لها دوبليكيشن للجي هنا، ذا بيجست يعني الاكبر حجما. ناخد بالنا يا مرام، ذا بيجست الاكبر حجما. لما نيجي نقول بقى تفضيل واحد على مجموعه، ده الاكبر حجما منهم كلهم، ذا صفه اي اس تي، ذا صفه اي اس تي، ذا صفه اي اس تي، اهي ذا، وبعدين الصفه ونحط اي اس تي. طب تعالوا نقول سمال، صغير الحجم، ادي سمال صغير الحجم. طب انا عايز اقارن بين اتنين واقول اصغر حجما من، برافو عليكم، يبقى smaller than. طب عايز اقول ان هو الاصغر حجما بقى، برافو، نقول the smallest، the smallest. دايما الصفة اللي هيبقى قبلها the هنحط في اخرها est، the smallest الاصغر حجما. طب يلا نعمل حاجة، حر يعني ايه؟ hot، جميل hot. طب اكثر حرارة من لما نقارن بين اتنين، برافو، hotter than، بنعمل duplication للt والe r than ونقول hotter than. طب عايزين نقول ان هو الاكثر حرارة، برافو، نقول the hottest، the hottest، the hottest. هنروح حاطين دبل تي كده، وبعدين الصفة اللي معاها ذا نحط لها اي اس تي، the hottest. طب بارد يعني ايه؟ cold. طب عايزين نقول ابرد من، برافو عليكم، colder than، دي بنقارن فيها بين اتنين، colder than. طب عايز اقول الاكثر برودة، قلنا نعمل ازاي، the coldest، the coldest، الابرد، the coldest، بنحط للصفة اللي مع ذا في الاخر ايه، est، the صفة est، the صفة est، the coldest. حلوة قوي. خلي بالكوا بقى عندنا واحدة غير منتظمة هنحفظها بقى قوي، دي حفظ، دي مش تبع القاعدة. كلمة far يعني بعيد، لو عايز اقول ابعد من بقولها كده farther than، farther than. نقولها ازاي تاني، farther than، farther than، يعني ابعد من، يعني ممكن نقول ايه، Neptune is farther than earth، Neptune ابعد من ايه، من earth، من كوكب الارض. طب الابعد بقى نعملها ازاي، the farthest، اسمها ايه، the farthest، the farthest. يبقى قلت far يعني بعيد، farther than ابعد من، the farthest الابعد. تعالوا يا شباب let's read، تعالوا نقرا هنا ونركز يا مازن، سيب اللي في ايدك يا حبيبي. the planets are very big، بنوصف البلانتس الكواكب انها كبيره جدا. earth is bigger than mars، هنا بنقارن بين اتنين بقى، earth is bigger than mars، يبقى كوكب الارض اكبر في الحجم من مارس المريخ. earth is smaller than Jupiter، كوكب الأرض أصغر من المشتري، وكل الكواكب أصلاً أصغر من Jupiter لأنه هو the biggest الأكبر. Earth is smaller than Jupiter. The Earth is colder than Mercury. The Earth is colder than Mercury. كوكب الأرض أبرد من Mercury، عطارد. Mercury is closer to the Sun than Venus. Mercury أقرب للشمس من فينوس. It is the smallest planet in the solar system. يبقى which is the smallest planet، مين الكوكب الأصغر حجما؟ Mercury is the smallest planet in the solar system. طب which is the biggest planet؟ Jupiter is the biggest planet.
هنا بيقول Neptune is farther from the sun than Mars. هنا Neptune أبعد من الشمس، أبعد من مارس، من المريخ عن الشمس. Neptune is the coldest and farthest planet. أبرد وأبعد كوكب هو Neptune. يبقى Neptune is the coldest and farthest planet. هو أبرد كوكب وأبعد كوكب عن الشمس. هنا بقى شباب عندنا إيه؟ Venus is the second planet from the sun. Venus is the second planet from the sun. ده الكوكب الثاني من اتجاه الشمس. It is the hottest planet. أكتر الكواكب حرارة مين هو؟ Venus. Venus is the hottest planet. هو ده أكتر الكواكب حرارة. Mars is the fourth planet from the sun. عارفين المريخ هو الرابع من اتجاه الشمس. It's colder than Earth. وهو أبرد من كوكب الأرض. It's smaller than Jupiter. وهو أصغر من جوبيتر المشتري. Jupiter is the biggest planet. أكبر الكواكب في الحجم in the solar system في المجموعة الشمسية هو جوبيتر. Saturn is hotter than Uranus. عندنا كوكب Saturn أكثر حرارة من Uranus. It's colder than Jupiter. وأبرد من Jupiter. قلنا الطريقة اللي بنقارن بيها شباب. Small صغير الحجم. طب أصغر حجما smaller than. Cold colder than. أو بيديني أمثلة يقول لي Earth is smaller than Jupiter. كوكب الأرض أصغر في الحجم من Jupiter. Jupiter is bigger than Earth. هنا Jupiter أكبر من كوكب الأرض. طب قلنا بقى لما نيجي نعمل واحد على مجموعة نفضله small صغير the smallest الأصغر cold بارد the coldest الأبرد Venus is the hottest planet Venus هو الأكثر حرارة Neptune is the farthest planet هو الأبعد عن الشمس hot قلنا hot بنعمل لها duplication للتين قول hotter وhottest big بنعمل لها duplication للجي تبقى bigger وbiggest لو كانت اخرها اي زي close نحط لها الار بس closer than ونحط لها st بس نقول the closest لكن far بنحفظ بقى farther than وthe farthest طب يلا نحل هنا كده فضل يا عبد الرحمن قول لي Saturn is cold colder coldest than Venus ايوه طالما في ذان يبقى ناخد الصفه اللي اخرها اي ار خلينا متفقين على ده شباب طالما في ذان يبقى لازم في اي ار طالما في ذا يبقى لازم في اي اس تي يبقى الاتفاق بتاعنا على ايه لو في اي ار لازم ذان لو في ذان لازم اي ار لو في ذا لازم اي اس تي لو في اي اس تي لازم ذا فضل يا مالك Mercury is hot hottest hotter than earth برافو عليك عشان في ذان يبقى لازم اي ار hotter than earth حمزه Jupiter is far farther farthest from the sun than Mars برافو طالما في ذان يبقى لازم اي ار farther than سيف Mars is smaller smallest small than earth برافو طالما في than لازم ER smaller than حمزة Jupiter is big biggest bigger than Mars برافو bigger لأن طالما في than لازم ER bigger than Neptune يا مازن is the colder coldest cold planet احنا قلنا لما يكون في ذا يبقى لازم ايه EST يبقى هنا ناخد مين coldest علشان مين ذا متفقين ان طالما في ذا يبقى لازم الصفة اخرها EST مزاميزو احنا Venus is the hottest برافو اتفقنا ان طالما في ذا يبقى لازم ناخد EST the hottest مرام
جوبيتر از ذا بيجست، يبقى متفقين برضو ذا يبقى لازم اي اس تي. برافو يا مرا. يلا إلين، ميركوري از ذا كلوزست، كلوزست يبقى طالما في ذا ناخد الاي اس تي كلوزست. نبتون يا بوسي از ذا فارثست، طالما في ذا يبقى لازم اي اس تي. فضل يا حلا، نبتون از ذا فارثست. برافو. يلا انت قولي لي بقى، ميركوري از ذان جوبيتر. قلنا طالما في ذان ناخد الصفه الاخيره ايه؟ اي ار، يبقى سمولر ذان. برافو. مارس از هاتر يا عبد الرحمن. جنى هاتر ذان، احنا متفقين طالما في اي ار لازم ذان، طالما في ذان لازم اي ار، يبقى مارس از هاتر ذان ساترن. عبد الرحمن، جوبيتر از ذا بيجست. برافو. طالما في ذا يبقى لازم اي اس تي. يلا بود يا مالك، ميركوري از تو ذا سن ذان فينوس. كلوز، كلوزر، كلوزست، طالما في ذان ناخد مين؟ كلوزر. ايوه ذان بتحب الاي ار، كلوزر ذان اقرب من. تفضل يا مازن، يا حمزه، فينوس اشطر شاطر. Venus is the hottest planet. Venus is the hottest planet. هو الكوكب الأكثر حرارة. Venus is the hottest planet. تفضل يا سيف. Mars أشطر شاطر. Mars is smaller than Earth. كوكب المريخ أصغر في الحجم من كوكب الأرض. Mars is smaller than Earth. Mars is smaller than Earth. وهتاخدوا دول للهومورك يا شباب، ونقرأ بقى درسنا الجديد الجميل ده عن فونكس، نفس الفكرة اللي خدناها النهاردة. Big bigger. Big bigger. بص الاي ار تضم بقك كده. big bigger. Jupiter is big but the sun is bigger. Jupiter is big، المشترى كبير، but the sun is bigger، لكن الشمس اكبر. hot، hotter، hot، ممكن نقولها hotter او hotter، hotter، hot، hotter. Venus is hot. Venus حر. But the sun is hotter. لكن الشمس أكثر حرارة. Venus is hot. But the sun is hotter. هنا شباب. شريف is fitter than... سيف is fitter than شريف. احنا عندنا كلمة fit يعني لائق بدنياً. لما نقول أكثر لياقة بدنية يبقى نحط لها كمان تي ونقول fitter than. يبقى هنا سيف is fitter than شريف. هنا fit fitter. Fit fitter. شريف is fitter than sorry. سيف is fitter than شريف. طب هنا thin. Thinner. هنعمل duplication للان عشان أخرها سي في تي. Thin رفيع. Thinner أرفع. My cat is thin. قطتي رفيعة. But your cat is thinner. لكن قطتك أرفع. My cat is thin. But your cat is thinner. Big. Bigger. Big. Bigger. Egypt is bigger than Kuwait. مصر أكبر من الكويت. Big. Bigger. Big. Bigger. The red bag is bigger than the blue bag. الحمراء، الشنطة الحمراء أكبر من الزرقاء. The red bag is bigger than the blue bag. هنا شباب هنقرأ دول وهسمعهم بس السيشن الجاية، هما دول بس اللي هيتسمعوا. Things in the sky.
يلا نقول things in the sky. Things in the sky. Star. Star. The sun is a star. عارفين ان الشمس مش كوكب. The sun is a star. الشمس نجم. The sun is a star. المجرة الفضائية اللي فيها كل الحاجات اللي في الفضاء بقى. Galaxy. 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 The moon. The moon. Sky. The sky is high. The sky is very high. Planet. Planet. Shadow. Shadow. الظل. Shadow. في بقى مجموعة نجوم بتبقى اسمها كوكبة كده، اسمها ايه؟ Constellation. 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 Things in the sky. The sun. Star. Galaxy. Galaxy. Constellation. Constellation. Shadow. Shadow. Planet. Planet. Sky. The moon. Things in the sky. يلا عشان هتقروم واحد واحد. The sun. Star. Galaxy. Galaxy. Constellation. Constellation. Shadow. Shadow. Planet. Sky. The moon. The moon. دول things in the sky، الحاجات اللي هنسمعها وهناخد الريم بتاع درسها المرة الجاية ان شاء الله. يلا شباب بالدور كده هنبدأ من عند مرة. كل الناس هيجيبوا لي النوت بوك بتاعتهم لو سمحتوا بليز.